عودة مشاهدينا لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية. تعتزم الأمم المتحدة عقد عدة اجتماعات اعتبارا من يوم الاثنين لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية. يناقش عدد من أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار فرنسي مكسيكي يتعلق بالمساعدات الإنسانية. هذا وكشفت مصادر أن النسخة الأولية من المشروع تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأطفال. حث رئيس ليتوانيا الاتحاد الأوروبي على سرعة قبول أوكرانيا في عضويته، مستشهدا بالتقدم الذي أحرزته كييف في السنوات الأخيرة على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي. الرئيس الليتواني أكد في مقال للفاينانشال تايمز بأن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا دفعت الغرب إلى الاتحاد واتخاذ موقف. من جانبها أكدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية التي تراها كييف مجدية من أجل حل هذه الأزمة. أضافت الخارجية الأمريكية دعمها في الوقت ذاته للدبلوماسية والجهود الأوكرانية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا. تأتي تلك التصريحات في ذات التوقيت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكية تقديم واشنطن مساعدات أمنية لأوكرانيا بلغت حوالي مليار دولار. تنضم لنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة لانا بدفان. الدكتورة لانا، الكريملين قال أو لم يستبعد عقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني، وهناك دعم للجهود الدبلوماسية عبرت عنه الولايات المتحدة والعديد من الدول حول العالم. هل تعتقدين بأن هناك جدوى من استمرار المحادثات وربما ينتج حل سياسي مستقبلا؟ بداية، أعلنت روسيا أنها ترحب بأي من الحل الدبلوماسي أو الحوار على طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لكن شريطتها أن تكون هذه الحوار والمفاوضات ناتجة عن شروط وضمانات أمنية قد يحققها الجانب الأوكراني، أو تكون هذه المفاوضات يعني مبنية على أساس قبول أوكراني بمبدئيا ببعض الشروط، ومنها حيادة أوكرانيا أراضيها وعدم حيازة أي نوع من الأسلحة الفتاكة، وأيضا اعترافها بجزيرة القرم كجزيرة مستقلة تابعة لروسيا، وأيضا اعتراف باستقلال جمهوريتي دينسك ولوغانسك. لكن على ما أعتقد أن هذه الحوارات يعني والمفاوضات التي كانت سرية ولم يعلن عنها لا من قبل الجانب الروسي وليس أيضا من قبل الجانب الأوكراني، ليس لدينا أي معلومات، لكن الغدا سيكون هناك أيضا إجراء مفاوضات بين الجانبين عن طريق تطبيق الإنترنت. لربما تحمل هذه المفاوضات بعض من البوادر الإيجابية. لاحظنا هناك تحلحل في الموقف الأوكراني وأيضا تحلحل في الموقف الروسي، ولكن يعني روسيا لحد هذه اللحظة تقول شروطنا واضحة ولن نتنازل عن الشروط الأساسية، ولكن لربما قد يتم قبول بعض الطلبات والشروط الضمانات الأوكرانية. وأعتقد أن بوادر الإيجابية سوف تبدأ بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا والمساعدات الطبية، وأيضا كما شاهدنا اليوم كان هناك وقف لإطلاق النار وإعطاء المدنيين بعد من الوقت للخروج من المناطق المعرضة للقصف، وأيضا كان هناك 14 ممر إنساني. بالتالي المحادثات السرية التي كانت بين الجانبين قد نسقت هذه الأمور، منها إنشاء معابر إنسانية والتي بلغت اليوم 14
ممر، وأيضا رأينا العديد من المساعدات الإنسانية دخلت إلى أوكرانيا، وأيضا رأينا العديد من المدن قد تم إخلاء السكان بها. لذلك رغم سرية المفاوضات لحد هذه اللحظة بين الجانبين، لكن يمكننا أن نلمس ما اتفقوا عليه من خلال ما شاهدناه اليوم من تيسيرات سواء في مرات الإنسانية وغيرها من المواقف. نعم، برغم أن هناك دعم أمريكي بالسلاح لأوكرانيا ودعم مالي أكثر من مليار دولار تحدث عنه وزير الخارجية، إلا أن هناك حرص على عدم إغضاب موسكو في هذه المرحلة، سواء بإدخال طائرات عن طريق بولندا أو فعل أي شيء قد يجر إلى مواجهة بين الطرفين. هل تعتقدين بأن ذلك كافي لننتظر حل سياسي ربما في الفترة القادمة بين موسكو وكييف؟ صحيح، لاحظنا ذلك عن طريق تصرفات الحكومة الروسية اليوم في قصف المدن التي كانت تحتوي على منشآت وبنى تحتية عسكرية، ولاحظنا تصريح وزارة الدفاع الروسية حول مقتل فوق 100 من القوات الأجنبية على الأراضي الأوكرانية. ولكن لو لاحظنا أكثر وفق الجغرافيا، في البعض من هذه المناطق التي قصفت اليوم وكانت تحتوي على منشآت عسكرية وأدوات فتاك أمريكية وغيرها كانت على الحدود تقريبا هذه المدن مع بولندا، بالتالي هذه الأسلحة والذخائر والجنود الأجنبيين دخلوا عن طريق معبر بولندا. وهذه يعني نستنتج هنا هذه رسالة واضحة من الكرملين إلى بولندا بأنها لا تحاول بإدخال أي نوع من الأسلحة أو الجنود لأنها سوف يتم قصفها بالتأكيد. هناك مقتل لصحفي أمريكي في أوكرانيا وإصابة آخر، وبالتالي إن تكررت هذه الحوادث ربما تسبب ضغطا على حكومة أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد تتكرر أخطاء مشابهة أو غيرها من الأخطاء، وبالتالي تنجر الولايات المتحدة لتكون طرف في هذه الحرب. ما احتمالية ذلك؟ بداية في موضوع الصحفي الأجنبي الذي قتل اليوم، يعني كان هناك عدة روايات، أحد هذه الروايات قالت أنه مات عن طريق الرصاص، لكن لم يحدد رصاص من. يعني نحن نعلم قوات الدفاع الروسية هي تقصف، ولكن لا يتم تصويب الرصاص بشكل مباشر. الرواية الروسية قالت أن هذا الصحفي هو استخباراتي تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا شارك في الحملة الحربية على العراق. يعني هناك عدة روايات، لكن لو تكرر هذا السيناريو سيكون هناك ضغط سياسي وشعبي كبير على الولايات المتحدة الكبيرة، وخاصة أن موسكو هي جدية بالفعل ولديها عزم كبير على قتل جميع القوات التي تحمل السلاح، سواء كانت قوات نازية على حد قولها أو قوات أجنبية دخلت إلى أوكرانيا. واليوم شاهدنا هذه الجدية يعني بصورة واضحة عندما أقدمت على ضرب منشآت، لربما كان كانت هذه المنشآت بالفعل تابعة للناتو، ولكن المعلومات التي وردت إلينا قالت أن هذه المنشآت يتم تدريب القوات الأوكرانية على الاقتتال، ومن يتم تدريبهم هم فعليا قوات أجنبية وقوات تابعة للناتو. لذلك بصورة أوضح الرد الروسي كان رد واضحا وقويا وجريئا تجاه القوات الأجنبية وقوات الناتو وأي أسلحة تدخل إلى أوكرانيا. بالتالي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرس جدية موسكو بكل حزم، وأن تعلم إلى أين هي ذاهبة، لأن موسكو يعني كما رأينا لا تمزح بهذا الموضوع، وخاصة بعد السيناريو قتل الصحفي. لذلك سيكون هناك بالتأكيد ضغط شعبي كبير وسياسي على إدارة بايدن. نحن نعلم أن إدارة بايدن لحد هذه اللحظة تقوم فقط بفرض العقوبات، ورغم أنها تقول هناك مساعدات عسكرية، لكن هذه المساعدات العسكرية التي تصل إلى أوكرانيا يتم قصفها، وهو أيضا إدارة بايدن تعمل على تقديم المساعدات المالية، لكن قال بكل صراحة الجو الأوكراني لم يغلق أمام الطائرات الروسية، وإلا سوف نكون أمام حرب عالمية ثالثة. وقال قوات الناتو لن تدخل أوكرانيا، سوف يكون فقط قوات الناتو فقط على الحدود الأوروبية الشرقية. بالتالي قتل هذا الصحفي وغيره من الجنود الأمريكيين أو الأجنبيين أو التابعين للناتو سوف يشكل تصعيدا وتيرة كبيرة
على الحكومة لكن الأمريكية. لكن ألم تحاول الولايات المتحدة في الداخل الأمريكي، هناك تشكيك في جدوى العقوبات أصلا، وأنها على مدار التاريخ لم تثبت فعاليتها بشكل كبير، العقوبات الاقتصادية، ولكن كان الخيار أمام الولايات المتحدة إما عمل عسكري أو عقوبات، هي اختارت العقوبات للابتعاد ربما عن العمل العسكري، أليس كذلك؟ باختصار. نعم، لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتبعت منهج العقوبات، يعني كان بايدن صريح قال أما العقوبات أو الحرب العالمية الثالثة، الحرب النووية، هو بالتالي لم يترك خيار ثالث وهو المفاوضات أو الحوار الدبلوماسي. لكن هذه العقوبات كما ذكرت لربما قد لا تجدي نفعا في موسكو، لكن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل غير مباشر على إدخال المساعدات اللوجستية والعسكرية والأسلحة الفتاكة إلى الأراضي الأوكرانية، بالتالي هي مشاركة بطريقة غير مباشرة. البارحة لاحظنا تصريح من وزير الدفاع القوات المسلحة البريطانية قال لن نجعل من أبناء بريطانيين يذهبون إلى الأراضي الحربية ومنها الأراضي الأوكرانية، يعني هناك انسحاب في المواقف البريطانية التي كانت مبدئيا تشجع على دخول المتطوعين الأجانب ومنهم البريطانيين إلى الأراضي الأوكرانية، لكن الآن بريطانيا تسحب قولها. لماذا؟ لأنه في حال دخلت القوات البريطانية أو دخلت أمريكا مباشرة على الساحة الحربية، فبالتالي هنا حتميا سوف يكون هناك حرب عالمية ثالثة. لذلك تلجأ الآن أمريكا في تصعيد العقوبات فقط، وتعمل فقط على مبدأ فرض عقوبات وحزمة عقوبات تجنبا لأي صراع قد يودي فعليا إلى حرب نووية. الباحثة في العلاقات الدولية دكتورة لانا بدفان من موسكو، شكرا جزيلا لك.